على سلامتكم ومرحبا بكم في هذه النوفل فيديو. اللي راهو يشوف هذه لا فيديو مازال ما تابوناش، ما تنساش تابوني وعاونوني باللايك، ما تنساوش بارطاج، راحين يعاونوني بزاف ومهم بزاف للقناه. جمال المراه الجزائريه اهتمامها بروحها بكري خلاها تتفنن في خياطه اروع الملابس اللي خلتنا نفتخروا الفخر العظيم بواش خلاونا جداتنا، بالتراث اللي ورثناه من جداتنا اللي ما يليق غير بالاميرات، وكل لبسه يرافقها تاج مخصص لها باش يكمل جمالها وروعتها. واللباس التقليدي النايلي جزء لا يتجزأ من التراث الجزائري سواء عند المرأة النايلية ولا الرجل النايلي، ويشمل بزاف ولايات ومدن وعلى رأسها ولاية الجلفة، الغواط، بوسعادة وغيرها من المناطق المجاورة. يعتبر عرش ولاد نايل من أكبر وأعرق الأصول في شمال إفريقيا، وين كانت السيدات الزمن القديم تلبس فيه ريش الطاوس ولا النعام الدالة على مكانتها وعلو مقامها وتراثها. وما زالت إلى يومنا هذا تتزين العرايس النايليات بريشات على رأسها وهي لابسة الجبن النايلي اللي تعد أهم جزء في عادات وتقاليد المنطقة. وتخير المرأة النايلية عدة أكسسوارات ومجموعة من الحلي اللي تميزها عن غيرها. يتميز الزي النايلي للمرأة بالجلفة بأنه زي ملكي، وهو تصميم ملكي ينحدر من قبيلة ولاد نايل العريقة، ويحظى بالكثير من الخصوصيات اللي خلاته مطلوب عند العرسان اللي يفضلوا العراس التقليدية، وكاين بكثرة في ولاية الجلفة اللي تعتبر عاصمة ولاد نايل وأكبر قبيلة في الجزائر، وتاني نظرا لأناقته الأنثوية اللي يزيدها على المرأة. حتى وإن كان الزي النايلي الأصلي التقليدي اختفى شوية على الأنظار بسبب العولمة وتغيير العقليات، إلا أن الأيادي الناعمة ما زالت تحتفظ عليه وتدخل عليه تعديلات باش تطور فيه، خاصة وأن العروسة في منطقة الجلفة فرحتها ما تكتملش غير إلى لبساته. يرتبط الزي النايلي للمرأة بالثقافة النايلية اللي حطت رحالها هي وصلت قبيلة ولاد نايل في نواحي الجلفة وبوسعادة باش تنتشر من بعدها في مناطق المجاورة من الجلفة كيما الغواط، المسيلة، بسكرة، تيارة الجزائر العاصمة وغيرها من مناطق الجزائر. يتألف الزي النايلي النسوي في شكله من الروبا اللي هو فستان باللغة الفرنسية، الملحفة، طاسة، الخمري، الزمالة، العبروق والبترور، وهي قطع أساسية اللي يتكون منها الزي النايلي النسوي في شكلها الموروث، يعني في الأصل دياله. تلبس المرأة الروبا ولا الفستان اللي تختار قماشها بعناية، وغالبا ما تكون النساء بكري يختاروا القماش الناعم حتى تكون الروبا انسيابية وهادية ومريحة وتتخاطب تقنيات وأدوات خاصة، ويستعملوا بما يسمى بالوريدات اللي تزين بها الروبا في جهة البطن يعني لو بيست وحاشية الذراعين، كما يستعملوا تاني بما يسمى حبة الكاوكاوة في الخياطة كي يزينوا الصدر يعني لونكولور. وتفصيل الروبا عنده شكلين، الشكل الاول اللي يزيدوا فيه البرينس اللي يدوروه من خلف الظهر الى الجهه الاماميه للصدر يعني ساير داير، والشكل الثاني تكون فيها الروبا عاديه بلا برينس، وفوق الروبا تلبس المراه الملحفه اللي تحطها على الظهر وتحكم في طرفي الكتف، وما تكونش من نفس الطول كما الروبا، تكون قطعه قصيره حتى تبين كل قطعه بانسجام. اما الطاسه فهي عباره عن قبعه يعني شابو مصنوع من الصوف الغليظ ويتحاك في الوسط بالخيط الذهبي. كانت الطاسة بكري يلبسوها بنات الأشراف والأغنياء في قبيلة ولاد نايل، وهذا لأن استعمال الخيوط الذهبية كانت غالية بزاف. وفوق الطاسة والروبا يجي دور الخمري اللي يتنسج من خيوط الصوف الرفيعة، وهو عبارة عن قطعة سوداء اللون وبتكون على شكل مربع مطروز في الحواشي بألوان زاهية، تلبسه المرأة في أعلى الرأس إلى أغمص القدمين يعني من فوق للتحت. وفوق الخمري تحط الزمالة البيضاء ذات الحاشية السوداء، وهي تشبه بزاف للخمري في تفصيلها، بصح قماشها غالبا ما يكون مصنوع من الدونتيل ولا الفولار، ويتحكم بإحكام كل من الخمري والزمالة مليح على أعلى الرأس بما يسمى بالعبروق، وهو عبارة عن قطعة قماش طويلة بحوالي متر ونص وغالبا ما تكون بيضة، وتلفها المرأة كما العصابة. ويزيد في جمال الزي أن المرأة تزيد له بما يسمى بالبترور، وهو حزام يكون مصنوع من خيوط الصوف الغليظة والماء
مختلفة الألوان يتوسط خصر المرأة وتتحزم به باش يضبط الشكل النهائي للزي. وبشكل عام يغلب على الزي النيلي اللون الأبيض اللي ترمز دلالته إلى النقاء والطهارة والعفة، وتقدر المرأة تزيد فيها ألوان واحدة أخرى خاصة في الروبا، لأن في شكله النهائي يعتبر من الأزياء التقليدية اللي تميز به منطقة ولاد نايل ويشكل تنوع ثقافي تتميز به الجزائر. هو لباس ساتر لجسم المرأة وذو قيمة جمالية وحضارية. بهذا نكون لحقنا لآخر هذا الفيديو، ولا مازال ماشي مابونين ما تنساوش تابونيو، عاونوني بلي لايك شو هكذا رايحين تشجعوني، واللايك راهو مهم بزاف للقناة هكذا باش زي التقليدي الجزائري يلحق لكاع الناس وكاع نتعرفوا عليه. وأكيد بما أننا نهضروا على تقاليد المحلية الجزائرية يعني راهم فخر لكل الجزائريين. وهذا المنبر نقول تحية حارة وخاصة للناس تاع الجنوب، جزء من الجزائر لا يتجزأ، نفتخر بكم ونفتخر بكل ما هو جزائري. وأكيد لا نسيت أي تفصيل ما قلتوش ولا ما ذكرتوش ولا غلط فيه، فضلوا في تعليق وزيدونا هذه المعلومة هكذا نستفادوا الكل ونتعلموا الكل. وهذا شرف لنا أن نعرفوا كل ما هو تقليدي جزائري. ونقول لكم قوا على خير. سلام. Thank you.